ببركة وحضور الوكيل البطريركي في شمال الأردن قدس الأرشمندريت رفائيل، أقيم في كنيسة القديس جورجيوس اللابس الظفر في عنجرة بمحافظة عجلون قداس إلهي احتفالي بمناسبة عيد الرسل القديسين الأطهار، بمعاونة كاهن الرعية الأب جراسم مستشمان ولفيف من الأباء الكهنة وأخوية وأبناء الرعية، بمشاركة مجموعة كشافة ومرشدات الروم الأرثوذكس في ماركا وجوقة كنيسة القديس نقلاوس الصريح. إلى أبنائنا الروحيين الكهنة الورعين ووكلاء الكنائس وأعضاء الهيئات والمؤسسات الأرثوذكسية وعموم أبناء رعيتنا الأرثوذكسية في شمال الأردن، بعد مباركتكم أبوياً بربنا يسوع المسيح، فقد تقرر في مجمعنا المقدس في جلسته القانونية المنعقدة بتاريخ 15/5/2008 تعيين قدس الأرشمندريت رافائيل غافرياس وكيلاً بطريركياً وممثلاً لبطريركيتنا في شمال الأردن، وإننا إذ نبلغكم رسمياً بهذا التكليف لنأمل من كهنتنا الأعزاء ومن كافة أبناء رعيتنا الرومية الأرثوذكسية بأن يتعاونوا مع قدس الأرشمندريت رافائيل ويساندونه ويساعدونه من أجل أن يتمكن في تأدية مهامه الرعوية الكنسية الموكلة إليه، وذلك من أجل رفع شأن كنيستنا وأبناء رعيتنا الأرثوذكسية والحفاظ على حقوقها وامتيازاتها وإبرازها بشكل يليق ومكانتها الروحية والتاريخية العريقة. وألقى الأب سمعان خوري كلمة الوكيل البطريركي بالنيابة عنه، التي عبر فيها عن عميق شكره لجميع الفعاليات الكنسية والرعوية على استقبالهم الحافل، مؤكداً أننا نتطلع للتعاون والعمل يداً بيد من أجل خير الكنيسة جمعاً. أود أن أعبر عن شكري لقدس الأب جراسيموس راعي هذه الكنيسة الأخ الحبيب، ولجنة الكنيسة ومدارس الأحد والشبيبة وأخوية السيدات والكشافة وكل رعية عنجرة على حسن الاستقبال وعلى تنظيم هذا القداس الإلهي لإكرام الرسل القديسين الأطهار، وإننا نتطلع للعمل يدا بيد مع هذه الرعية وكافة الرعايا لخير كنيستنا الأرثوذكسية. وأخيراً وليس آخراً، أود أن أشكر أيضاً المرتلين الذين من خلال تراتيلهم الرائعة اليوم نقلونا من الأرض إلى السماء. أشكر نور سات وأشكر صوت الكنيسة على تغطيتهم وعلى متابعتهم وعلى نقلهم للأحداث الروحية والقداديس الإلهية، إذ هذه المحطات هي تنقل من خلال بثها المسيح إلى قلوبنا جميعاً. نتمنى لهم التوفيق والنجاح أيضاً.